إسرائيل دقت أجراس الحرب للبدء باقتحام قطاع غزة بالكامل، وهذا الأمر أصبح واضحا للغاية بعد تصريحات قد صدرت اليوم من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي قال: أنتم ترون غزة الآن من بعيد وقريبا سترونها من الداخل. الأمر سيصدر كذلك بأن هيئة البث الإسرائيلية العامة كانت قد تحدثت بحسب ما نقلت العديد من الأوساط العالمية والأوساط الإخبارية مثل الأناضول، أكدت بأن الجيش الإسرائيلي قد أكمل استعداداته للبدء باقتحام قطاع غزة. وقد ظهر طبعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غرفة العمليات بهذا الشكل مع العديد من أفراد الجيش الإسرائيلي، ظهر معه وزير الدفاع الإسرائيلي وبني جانتس وهو رئيس المعارضة وقائد المعارضة وكان وزيرا للدفاع في السابق ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي أيضا، وهم ينظرون إلى الخارطة ويتحدثون عن طبيعة العملية البرية وكيف ستجري الأمور على الأرض. وطبعا هذه اللقطات هي كلها والأنباء والأخبار والتصريحات تأتي بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، وواضح جدا بأننا أمام ضوء أخضر كامل من الجانب الأمريكي لإسرائيل للبدء بهذه العملية البرية. وبالنسبة للجانب الإسرائيلي على المستوى العسكري، فتحشيداته قد اكتملت واستعداداته العسكرية حول قطاع غزة قد اكتملت بالكامل، وبأن هذه التحضيرات الإسرائيلية جاءت أيضا فيها تعزيزات للعدد من الفرق مثل 5 فرق على سبيل المثال قد أضيفت لهذه القوة من الفرق المدرعة الميكانيكية والفرق القوات المظلية والمحمولة جوا، التي هي طبعا المظليين المحمولة جوا من هذه الفرق المهمة التي طبعا تأتي مدعومة بالإسناد للراجمات الصاروخية والطائرات والقدرات العسكرية الكاملة. بالتالي اكتمل كل شيء بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وحتى أنهم طلبوا من عسقلان ومن المدنيين بأن يخرجوا من منازلهم وأن يخلوا مدينة عسقلان بالكامل، والمنطقة كلها أصبحت جاهزة للبدء بالعملية الكبيرة وعملية اقتحام غزة والسيطرة عليها. وطبعا الهدف الأساسي بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو القضاء على حركة حماس ومن معها من هم موجودين في هذه المنطقة، والطريقة الوحيدة للقضاء على حماس هو ليس بالسيطرة على مدينة أو مدينتين، لا أبدا، السيطرة يجب أن تكون على كامل قطاع غزة لكي يقومون بالقضاء على القدرات العسكرية والحكومية وعلى حركة حماس بشكل عام من خلال السيطرة على القطاع بالكامل. وعلى هذا الأساس وفي ظل هذه المعطيات وفي ظل هذه التصريحات وفي ظل أن الجيش الإسرائيلي قد ركز بضرباته منذ بدء التحشيدات وما بعد 7 أكتوبر والسابع من أكتوبر، ركزوا تماما على ضرب المناطق الشمالية أو الجزء الشمالي من قطاع غزة، قاموا بتسطيح الأرض ضرب القدرات الخاصة أيضا بحماس، الأحياء المطلة طبعا أو الأحياء التي تأتي حول مدينة غزة قد قاموا بضربها بشكل مكثف، خرجوا المدنيين من هذه المنطقة واتجهوا إلى الجنوب. وبالتالي الجانب الإسرائيلي واضح بأن الجهد العسكري الخاص به، وهذا ما يجب أن نتوقعه، أن يكون متجها باتجاه السيطرة على مدينة غزة، ولكن الهجوم سيأتي من كل اتجاه، وهنالك أسباب لهذا الهجوم أن تأتي أو أن يأتي بكل اتجاه، وذلك من أجل أولا تقطيع أوصال المدن الموجودة في قطاع غزة، تقطيع أوصال الفصائل الفلسطينية حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وذلك من خلال تقسيم المنطقة إلى 3 أقسام: المنطقة الشمالية، المنطقة الوسطى، والمنطقة الجنوبية التي تأتي من ضمنها خان يونس وكذلك رفح. وعلى هذا الأساس سيتمكنون أيضا من عملية التقدم أيضا، وهذا أمر مطلوب لتحقيق بفر زون أي منطقة آمنة، هذه مهمة للغاية، منطقة عازلة، هذا التقدم سيكون مهمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي مع الجهد الكبير الذي يأتي باتجاه مدينة غزة للسيطرة عليها، وذلك لكي يمنعوا الجانب من الفصائل الفلسطينية وحركة حماس من القيام بالتسلل مرة ثانية إلى العمق الإسرائيلي لضرب العمق الإسرائيلي والخطوط الخلفية للعدو، مما يجعل طبعا الجيش الإسرائيلي في مشكلة حقيقية أن تم هذا السيناريو في عملية تقدمه، وبالتالي ترتبك الخطوط الخاصة بالجيش الإسرائيلي عند الاقتحام. تحقيق المنطقة العازلة هي مسألة مهمة بالنسبة للجيش الإسرائيلي لمنع هذا السيناريو الذي من الممكن أن يكون مؤذيا لأي جيش وليس فقط الجيش الإسرائيلي. وعلى هذا الأساس أيضا يجب على الجانب الإسرائيلي ومتوقع تماما بأن يكثف ضرباته في المنطقة الوسطى دير البلح وغيرها، وأيضا يركز ضرباته
أيضا في نفس الوقت على خان يونس وحتى على رفح، يضربون فيها القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية الموجودة في هذه المنطقة، يستهدفون قياداتهم، يضربون قدراتهم لتهيئة المنطقة لتقدم طبعا في الفترة القادمة وكمرحلة ثانية. وبالتالي المرحلة الأولى هي ستكون مدينة غزة من أجل التقدم والسيطرة عليها بالكامل، وبعد ذلك ينتقلون إلى المنطقة الوسطى، ومن ثم ينتقلون إلى المنطقة الأخيرة ألا وهي المنطقة الجنوبية. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هذه الحرب هي ليست حربا سهلة على الجيش الإسرائيلي، لا أبدا، الحرب صعبة لاعتبارات عسكرية كثيرة، بأن الفصائل الفلسطينية لديها شبكة معقدة طبعا من الأنفاق، لديها القناصة، حرب الشوارع، حرب غير تقليدية، حرب جيش غير نظامي أمام جيش نظامي. هذه معركة فيها استنزاف كبير للجيش الإسرائيلي على أعلى المستويات. وأيضا في نفس الوقت أن هنالك تفاصيلا مثيرة قد نشرت على نيوز إسرائيل 13 التي تحدثت بأن عند عملية الاقتحام التي تمت في 7 أكتوبر الحالي على العمق الإسرائيلي، هنالك العشرات من العناصر الخاصة بحركة حماس قد اختفت في هذه المناطق، العشرات منهم قد اختفوا وهم يختبئون بحسب هذا المصدر، أو أن هنالك متعاونين معهم يتواجدون معهم وليس لديهم أي نشاط نهائيا عسكري بعد عملية الاختراق التي تحققت، وبالتالي هم تحولوا كخلايا نائمة في أي لحظة. وأثناء الاقتحام وأثناء العملية البرية إن بدأت، فإن هذه الأطراف يعتقد من هذا المصدر الإسرائيلي بأنها ستشعل الأمور في الداخل وفي الخطوط الخلفية للجيش الإسرائيلي، وبالتالي سيدخل في مرحلة ارتباك كبيرة. وأيضا أن البحر دائما مفتوحا لحركة حماس للقيام طبعا بعملية اقتحام وتسلل قد تكرر أكثر من مرة على زيكيم بهذا الشكل، وبالتالي لا زالت الفصائل الفلسطينية قادرة على إيذاء الجيش الإسرائيلي بشكل كبير بسبب الكثير من العوامل التي تحدثنا عنها الآن. وطبعا أيضا في نفس الوقت الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى الأموال الكثيرة، الأموال الطائلة لتحقيق مثل هذه العملية. الفاتورة ستكون باهظة على الحكومة الإسرائيلية وحكومة الطوارئ الإسرائيلية، ولوحدها لن تتمكن من سداد كل هذه الفاتورة الهائلة التي هم بحاجة طبعا لصرفها من خسائر، من سلاح، من قنابل ومن غيرها. ونعم، الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة لدعم إسرائيل من أجل النجاح في هذه العملية التي نتحدث عنها، ولكن يجب أن لا ننسى بأن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وحلف الناتو وغيرهم لا زالوا في حرب مع روسيا، لا زالوا يدعمون أوكرانيا بالكثير من الأموال، وبوتين يحاول أن يستغل الحرب التي تجري طبعا بين إسرائيل وبين حماس، يستغلونها من أجل السيطرة مرة أخرى على العديد من المناطق التي يريدون السيطرة عليها من القوات الأوكرانية. بالتالي أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الدعم، وكذلك هناك أموالا ودعم مستمر من قبل القوات الأمريكية أو الجيش الأمريكي والولايات المتحدة لتايوان، لأنهم قلقين تماما من أن الصين قد تستغل الظروف في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط والحرب التي نراها الآن لتقتحم تايوان. بالتالي هم بحاجة إلى نفقات وأموال كبيرة وكثيرة، وهذه حرب طويلة الأمد. وهنالك رأي عام إسرائيلي منزعج أساسا من الحكومة الإسرائيلية في كل ما جرى من خرق أدى إلى كل هذه الحرب التي نتحدث عنها، وبالتالي الظروف غير مؤاتية بالنسبة قد تكون لإسرائيل، وكلما طالت وطال الاستنزاف المعركة ستكون صعبة. وعلى هذا الأساس الواضح تماما بأن الجيش الإسرائيلي سيهدف بداية أن يسيطرون على هذه المنطقة، الجزء الأول، المربع الأول من هذه المنطقة كبداية، كأمر أولي بالنسبة لهم، وبعدها سيرون ما الذي سيحدث. لأننا يجب أن لا ننسى بأن هنالك أيضا مواطنين مدنيين، هنالك أسرى طبعا موجودين، وهنالك أيضا مدنيين لا زالت المعابر في مع جمهورية مصر العربية يعني غير مفتوحة لهؤلاء المدنيين لكي ينزحوا أو يدخلوا طبعا إلى سيناء. بالتالي الأمور هي ليست مهيئة للمدنيين، وقد تكون أزمة إنسانية كبيرة هنا، وبالتالي قد نكون أمام مرحلة أولى، مرحلة ثانية أو مرحلة أولى. فقط هذه المنطقة بحد ذاتها مهمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي لكي تتحقق، وبعد ذلك ممكن أن تتحقق في مراحل أخرى العملية التي تبحث عنها إسرائيل، وذلك لسبب مهم للغاية. السبب المهم هي قناة
تبحث عن تحقيقها إسرائيل. قناة مائية مهمة وهي قناة بن غوريون التي تمتد من إيلات إلى عسقلان بهذا الشكل، وهذه القناة ستكون بديلة طبعا لقناة السويس، وعلى هذا الأساس ستفقد قناة السويس الكثير من أهميتها، وأي ضرر على قناة السويس في المستقبل، يعني أن هذه القناة قناة بن غوريون هي التي ستكون الأهم، وهي تمتد 100% في العمق الإسرائيلي كما تلاحظون. بالتالي السيطرة على شمال قطاع غزة هي مسألة مهمة لتأمين عمق لهذه القناة، لتسير الأمور بشكل طبيعي ولا تكون هنالك استهدافات، وبالتالي تصبح هذه القناة في حرج وتبقى الأهمية لقناة السويس. بالتالي مشروع كبير بالنسبة لإسرائيل في هذه العملية، وبعد نظر ونظرة بعيدة لما ممكن أن تحتاجه إسرائيل في المستقبل. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ومع كل هذه الحسابات هي قلقة للغاية. قلقة للغاية من من؟ من حزب الله اللبناني ومن تصعيد حزب الله اللبناني، وهذا الأمر ظهر والقلق ظهر بحسب تفاصيل نشرتها ونشرها موقع أكسيوس الأمريكي، الذي أكد بأن بايدن عند حضوره إلى إسرائيل واجتماعه مع نتنياهو أبلغه بأن هنالك قلقا من أن حزب الله اللبناني قد يدخل ويقرر أن يدخل في هذه الحرب، وبالتالي سنكون أمام حرب إقليمية كبيرة في هذه المنطقة. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصل بوزير الدفاع الإسرائيلي ونوعا ما مرر رسالة وطلب من حزب الله اللبناني ألا يصعد الأمور إلى أكثر أو إلى مراحل أكثر مما هي عليه الآن. وأيضا في نفس الوقت السفارة الأمريكية الموجودة في لبنان طلبت من رعاياها الأمريكيين أن يغادروا لبنان الآن. بالتالي الظرف صعب للغاية وخطير للغاية، والحرب بدأت تتوسع في منطقة الشرق الأوسط. القيادة المركزية الأمريكية اعترفت يوم أمس بأن كان هنالك جرحى بين المستشاري أو مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق بسبب هجوم بالطائرات المسيرة، وطبعا هنالك غرفة عمليات إسناد طوفان الأقصى قد تشكلت من عدد من تشكيلات الفصائل المسلحة الموجودة في العراق من أجل توجيه ضربات ضد مستشاري التحالف الدولي الأمريكيين الموجودين في العراق وحتى في سوريا أيضا في نفس الوقت. فكانت هنالك أيضا لقطات على المستوى ما جرى تجاه القواعد التي يتواجد فيها مستشارية التحالف الدولي، نشرت هذه الفصائل المسلحة هذه الطائرات المسيرة التي ترونها أمامكم، وكانت هذه واحدة أيضا من الطائرات التي سقطت، من الطائرات التي كانت قد هاجمت قاعدة الحرير ولكنها سقطت لم تؤدي إلى أي جرحى أو إلى أي قتلى، ولكن صباح هذا اليوم كنا أمام هجوم من نفس هذه الفصائل العراقية تحديدا لتقوم بمهاجمة قاعدتين مهمتين في الداخل السوري، وهي تعتبر من القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية. المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا أكد هذه التفاصيل، والقواعد التي نتحدث عنها هي قاعدة التنف طبعا التي ترونها هنا في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا في الداخل السوري، تعتبر هي منطقة 55 كيلو. 3 طائرات مسيرة مفخخة انطلقت من العراق وهاجمت القوات الأمريكية، 2 من هذه الطائرات طبعا تم اصطيادها وتدميرها، ولكن الطائرة الثالثة بحسب التفاصيل التي نشرت تمكنت من السقوط في قاعدة التنف. وكان هنالك بحسب التصريحات الإعلامية قد نشرت قبل ساعات من الآن بأن كان هنالك جرحى أو جريحين من الجنود الأمريكيين في هذه القاعدة، وأيضا كان هنالك هجوما بالصواريخ من قبل الفصائل المسلحة العراقية صدق أو لا تصدق من الأراضي السورية مباشرة على قاعدة كونيكو التي تتواجد فيها القوات الأمريكية صاروخين، وليس واضح إن كان هنالك أي قتلى أو أي جرحى أمريكيين. وبالتالي ها أنت أمام طائرتين مسيرة هاجمت طبعا قاعدة عين الأسد، وكذلك أيضا طائرة مسيرة واحدة على قاعدة الحرير، وها نتحدث نحن أمام التنف وأمام طبعا كونيكو. وفي كونيكو الفصائل المسلحة العراقية اعترفت بأنها هي من قامت بالهجوم الصاروخي على القوات الأمريكية، وهذه سابقة كبيرة لم نراها في السابق، رغم أن هنالك فصائل عراقية إلا أنها لم تعترف في يوم من الأيام بأنها استخدمت الأرض السورية لمهاجمة قوات أمريكية موجودة في سوريا. اعترفوا بهذا الشكل الذي ترونه وتحملوا المسؤولية. وطبعا الطائرات الأمريكية كانت تحلق بشكل مستمر في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا بعد هذا الاستهداف على قاعدة التنف، وهذه الطائرة بحسب الفلايت ريدار 24
هي من طائرات طبعا KC-135 Stratotanker من طائرات الإرضاع الجوي التي طبعا تستخدم في تزويد الوقود للطائرات، يعني بأن كان هنالك طائرات حربية أو طائرات استخبار تراقب ما الذي جرى ومن أين انطلقت هذه الطائرات المسيرة من الداخل العراقي. وبالتالي بشكل عام الأمور اشتعلت في العراق وبدأت تتصاعد، بدأت في سوريا أيضا تتصاعد، والخوف من لبنان أن تتطور الأمور، ولدينا طبعا غزة، لدينا أيضا الفصائل الفلسطينية الموجودة في الويست بانك في الضفة الغربية، ولدينا عرب إسرائيل الموجودين في الداخل، وبالتالي العرب الموجودين أيضا ممكن أن يشكلون خطر، وحزب الله اللبناني دخوله في هذه المعركة قد يعني أن الحرب الإقليمية حاضرة بشكل كبير، كما هو القلق الأمريكي حاضر في هذه المسألة بشكل حقيقي. بالتالي الظروف صعبة وصعبة للغاية، والجميع يترقب كيف من الممكن أن تتطور هذه الأمور وكيف من الممكن أن تصل هذه الأمور.